حقق المنتخب البرتغالي فوزاً عريضاً على ضيفه الإيرلندي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة دولية ودية استعداداً لخوض البرتغال بطولة أمم أوروبا. وخاض المنتخب البرتغالي المباراة بتشكيلته الأساسية بقيادة نجمه وهدافه الأول كريستيانو رونالدو الذي بصم على ثنائية ليصل إلى 130 هدفاً خلال مسيرته الدولية. تلقى المنتخب الهولندي ضربة موجعة بعد تأكد غياب لاعب وسط برشلونة فرانكي دي يونغ عن يورو 2024 بسبب عدم تعافيه من إصابة في الكاحل. وكان نجم وسط برشلونة قد عاد الأحد إلى التدريبات الجماعية لمنتخب الطواحين قبل أسبوع واحد من أول مباراة له ضمن بطولة أوروبا 2024. حسم المنتخب الأردني صدارة المجموعة السابعة من التصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بفوزه على السعودية بهدفين مقابل واحد في الجولة السادسة والأخيرة، ورفع منتخب النشام رصيده إلى 13 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن السعودية. ودع البريطاني المخضرم أندي موراي بطولة شتوتغارت التنس في ألمانيا من الدور الأول بعد خسارته على يد الأمريكي ماركس غيرون بمجموعتين دون رد. وكانت هذه هي المباراة رقم 999 في مسيرة موراي في بطولة الفردي، ومن المقرر أن يشارك في بطولة كوينز كلوب في وقت لاحق من هذا الشهر في إطار تحضيراته لبطولة ويمبلدون المفتوحة. أعلن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة للسيدات استبعاد كايتلين كلارك من القائمة الأولمبية التي تم الكشف عنها، وتضم قائمة المنتخب المدعوة للمشاركة في أولمبياد باريس سبع لاعبات من المجموعة التي فازت بالميدالية الذهبية في طوكيو، وهي السابعة على التوالي لسيدات الولايات المتحدة الأمريكية. وشهدت القائمة عودة ديانا توراسي البالغة من العمر 42 عاماً إلى الأولمبياد للمرة السادسة، وهو رقم قياسي شخصي للاعبة المخضرمة.